اللواتي تم إطلاق سراحهن أن المقاومة عاملتهن معاملة إنسانية راقية منسجمة مع قيم القرآن وأخلاق النبوة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، فيما يخص الوضع الاجتماعي الذي تعيشه غزة، أقول بحكم أنني أنا طبيبة وأمارس مهنة الطب، أقول أن الأطباء كذلك قد قتلوا، أن الطواقم الطبية قد قتلت، أن سيارة الإسعاف قد قصفت. أنا دائما أتساءل، هذا المريض لما تأخذه سيارة الإسعاف ماذا يكون أمله؟ أمله في العلاج وأمله في الشفاء. فكيف إذا نقصف هذه السيارة، نقصفها وهي التي تحمل ذلك المريض الذي كان عوض أن يكون أمله في الشفاء أصبح يقتل ويجوع. البارحة فقط رأينا أن الناس ذهبوا إلى مصر وكلهم أمل وكلهم أمل في الشفاء، فإذا بهم يقصفون في الطريق، سيارات إسعاف تقتل، الطاقم الطبي يقتل، الصحفيون يقتلون، الأمهات تقتل. في هذه اللحظة التي نتكلم فيها هناك أمهات يقتلون، أبناء يقتلون، أبناء تحت الأنقاض، أمهات تحت الأنقاض. يكاد العقل يجن، يكاد العقل ينفجر لما تفكر أمام هذا الغرب الذي صدع رؤوسنا لحقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الإنسان المحتلة أرضه أن يحرر أرضه. كل قوانين العالم تقول لا بد من تحرير الأرض، ولما نريد أن نحرر أرضنا ننعت بالإرهاب. هذا والله شيء غريب، تحتل أرضك، يقتل أبناؤك، يجوع أبناؤك، ولما تصيح من الألم تنعت بالإرهاب. إذا أنا دائما أقول ما هو تعريف الإرهابي؟ وهذه الأمم المتحدة وهذه القوانين التي تتكلم عن الديمقراطية وتتكلم عن الحقوق، آن لهم. وسقط القناع عن القناع، سقط القناع عن القناع، آن الآن لإعادة تعريف كل هذه المبادئ، وأن ننظر إلى هذا الغرب بنظرة أخرى. وأنا لا أنكر أن الشعوب الحرة الأبية خرجت في العالم كله لتقول لا لهذا الظلم، لا لهذا القتل، لهذا الذبح. أنا الآن أكلم، كم قتل الآن من الأطفال، كم قتل من الأمهات، كم الآن تحت الأنقاض ويصيحون، لا هم أحياء ولا هم أموات. ولكن دائما الأمل في هذه المقاومة الرائعة، الأمل في هذه الشعوب الرائعة، الأمل في هذا الإعلام الذي ينشر الوعي، ولقد نشر الوعي في العالم كله. هذه من حسنات هذه المقاومة. أختم بالآية الكريمة، أوليس الصبح بقريب، أوليس الصبح بقريب. وهذه الآية ليس لها إلا جواب واحد، بلى إن الصبح قريب. وشكرا جزيلا. تحية لغزة، تحية لأهل الكرامة، تحية لكل المجاهدين في فلسطين، وخصوصا على رأسهم حماس التي تناضل وتجاهد نائبة عن العالم الإسلامي مليارين ونصف. أقول في هذا المكان نقف هذه الوقفة، وقفة نحاول ولو استصغرناها نقفها، نقف هذه الوقفة وقفة صمود مع إخوتنا. ما هذا ما نحن بين لدينا الآن، وقفات ومحاولة إصدار رسالات وغير ذلك. إذا نقف هذه الوقفة نحاول من خلالها أن نوصل رسالة للعالم وللمغاربة أن الفلسطينيون لا يحتاجون إلينا، وقد شهد ذلك هذه الأيام. والله نعم، نراحد مجاهدا يموت في سبيل الله ونشم رائحة المسك تعطر ذلك الأرجاء، والله هم أحسن منا. نحن نجلس هنا مستمتعين نشرب ونأكل في الوقت نفسه، في الوقت الذي يجلس فيه إخوتنا منقطع أكثر من 14 سنة، وهم محتلون خصوصا غزة، محاصرون اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. بالتالي فأقول كلمة الآن، علينا أن نقوم رسالة، نقول رسالة لحكامنا ولوزرائنا، بعدما أفتى علماء الإسلام، أفتى علماء الإسلام المسلمين اليوم في هذه الأيام، على أن جميع الدول ينبغي أن تقف بجانب غزة وفلسطين في جهادها ضد الصهيونية العالمية في
وجهادها ضد أمريكا وكل الدول الآن التي تكلمت على المسلمين، فرنسا وإيطاليا وألمانيا. إذا الرسالة الأولى موجهة للحكماء الحكام أن يقوموا بدورهم، وهو استنفار ذاك الجيوش التي تنام الآن، ونريد أن نحركها لخدمة لتحرير فلسطينيين، تحرير غزة من الأعداء. الرسالة الثانية أوجهها للشعوب العربية الإسلامية وللمغاربة، علينا الأول هنا عندما نناقش ونجد الحد أن هناك من يقول أن حماس هي التي هي المشكل فيها، أقول اليوم علينا أن نعيد غص ذاكرتنا على المسلمين وكل مغربيين حرين نزيين أن يقول إذا كان نحن في فترة الاستعمار تحاربنا حتى اعترضنا للاستعمار الفرنسي والاستعمار الإيطالي والألماني في التدخل في المغرب وحصلنا على التحرير والاستقلال، ألا الإيطالي ألا يستحق الفلسطينيون أن يحصلوا على استقلالهم وحريتهم؟ سؤال. لذلك هذه وجهة رسالة لكل من يشكك في جهاد الفلسطينيين وجهاد حماس ضد الاحتلال الصهيوني. لذلك أقول هنا لا بد أن تعي الشعوب الآن أن ما يقوم به إخوتنا في غزة وفي فلسطين هو حق لكل لهم، لأنه احتل من قبل الصهاينة أزيد من قرن منذ وعد بلفور سنة 1917 إلى الآن، وتكالبت عليهم دون تدخلوا في فلسطين كأنها أرضهم. هذه الرسالة الأخرى. الرسالة الأخرى التي تقدم كذلك الشعوب على كل واحد منا، إن لم نتمكن نحن من الوصول هناك للجهاد في سبيل الله ونصرة إخوتنا، فعلينا على الأقل نجاهد بالمال ونجاهد بتوعية الآخرين بأدوارنا. الآن على الأقل نفهم القضية، لأن الدماء التي تراق يوميا ونشهد الأشلاء، عيب علينا نشهد تلك الأشلاء والدماء تراق ولازلنا نناقش القضية الفلسطينية، عيب. إذا لذلك هنا لا بد أن نوعي الآخرين بهذه القضية، أن هذه قضية قضيتنا نحن ليس قد فلسطينيين، فنحن هناك لدينا أرض، لدينا المغاربة ولدينا مجموعة من المواقع هناك، وهي أصل قضية المسلمين كما قال الله عز وجل كما في البداية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي أن تكون صلاة الإسراء حول المقدس حول حمايته وحماية الفلسطينيين، ونحن الذين نتناقش تفاهات هذه عيب علينا في هذا العصر. اللواتي تم إطلاق سراحهن أن المقاومة عاملتهن معاملة إنسانية راقية منسجمة مع قيم القرآن وأخلاق النبوة.